ميزان، وفي عندي يزن ورندا وليم، وفي شهد. يعطيك العافية دكتور. الله فيكي. وفي عندنا غادة ويزن وهالة، هي غادة ويزن وهي هالة، وهي عندنا يزن في محمود داوود. ابتسام كمان، وفي عندنا ريم عبد الرحيم. سمعيني يا شباب؟ نعم سمعيني. خضر، وفي عندي يوسف موجود دكتور. طيب، مساء الخير دكتور. مساء النور عبد الرحيم. اوكي، خضر، ابتسام، ريم، عبد الرحيم، محمود داوود، نديت عصام دكتور، وهي عصام كمان، يزن ويوسف. اوكي نعم دكتور. في هون عشات ويوسف ابو عجلي. اوكي طيب، خلينا نكمل ونرجع في اخر المحاضره ونكمل الحضور والغياب. خلينا نشير، قبل ما نشير نرجع الباور بوينت نكمل، بدي ارجع على الكتاب اللي هو الكتاب التحليل الاحصائي. في التحليل الاحصائي لاحظ هاي الكتاب في الرسوم الاشكال البيانيه اللي حكينا عنها سابقا، لاحظيها بالكتاب، معطيك الاشكال اللي هو الهيستوغرام والبايل واللاين، هيهم بالكتاب كمان اذا بدك تتفرج عليهم. اوكي، في شغلات يعني هنا هو متداخل بعض الامور. في عندك الاستكشاف، هلا هو في الاختبارات بروح للانحدار والارتباط اللي نتكلم عنه اليوم، بعدين برجع للمقاييس اللي اخذناها. اوكي، هون بتكلم عن الارتباط، مدى ارتباط عنصرين ببعض. خليني بس امشي، بدي امر اورجيك اللي هو اللي حكينا عنهم، هاي الارتباط اليوم، هذا موضوعنا اليوم اللي هو بصفحة 106. اوكي، اللي هو الارتباط والانحدار حنتكلم عنه اليوم، بس بدي اشوف بعض المقاييس الثانية. هلا هو بيجي المقاييس اللي اخذناها بيجي بعدين. اوكي، خليني احركه بس شوي، هم بشرح الجداول رح نشرحها كلها بالتفصيل. الاختبارين هذول سواء الارتباط او الانحدار من الاختبارات المهمة. اوكي، واختبار التي تيست هنتكلم عنه، والانوفا. كيف بيشرحهم؟ ضروري تتفرج عليهم وتتعامل معهم. اوكي، هذا بيجي في اخر الشابتر اللي هو بنتكلم عنه اليوم ان شاء الله. اوكي، هاي هون مثال اوكي اللي هو خليني احركه، اللي هو عندك صفحة 35 36 37 التخزين اللي اخذناه كامل. اوكي، هون عرض البيانات، بعدين هو لاحظ ركز مباشرة على الاختبارات بعد ما خلص الهيستوغرام والبايل واللاين والشغلات هاي، هي هم اللي شرحناهم، اجى مباشرة انواعهم المختلفة. اوكي، هاي الباي كمان واللاين اللي شرحناه، اجى لاحظ هون المقاييس الاحصائية والجداول المتقاطعة اللي هو الفصل الرابع،
اوكي اللي هو كل جدول اللي هو الوسط والوسيط والمنوال والصم وهدول حكينا عنهم اليوم. اوكي تختار الحقل اللي بدك اياه وتعطيه بعض المقاييس الاحصائيه شايفينها في الكروس تاب كمان تقاطع بين قيمتين بهمنيش كثير انا عندي هون بس موجود كمان. اوكي لاحظ المدى والرينج اللي حكينا هي المقاييس اللي هو الوسط الحسابي والوسيط والمنوال بعدين مقاييس التشتت اللي حكينا عنهم المرة اللي فاتت اللي هو الانحراف المعياري والفيريانس والمدى وأقل قيمة وأكثر قيمة وفي الخطأ المعياري. أوكي هذا كله موجودين حكينا عنهم الآن بدخل لاحظ هي نفس اللي حكينا عنه بيختار الحقول اللي بدك اياها بيختار الاختبارات اللي بدك اياها المقاييس اللي بدك اياها وبيعطيك هاي الرسمات او الجداول موضحه فيها كما شفناها سابقا. اوكي وهي بيعطيك كمان معها الرسومات اللي هي هاي كمان من امر الديسكريبتيف والاحصاءات اللي حكينا عنهم بيعطينا الجداول بالشكل هاي لكل متغير عندي. اوكي بعدين في كمان الامر اخر اسمه اكسبلور ما بهمنيش كثير لانه بيعطي نفس النتيجه الوصف ونفس الشيء يعطيك لاحظ هون اللي هو عن مستوى الثقه حنتكلم عنه ليتر نفس النتائج. اوكي هذا بالنسبه للمقاييس اللي عندك هو من صفحه 60 لعند صفحة 95. أوكي واضح يا شباب اللي بده يرجع الكتاب ويقرأهم موجودات من صفحة 60 لصفحة 95. اليوم موضوعنا اللي هو خلينا نأخذ من باوربوينت وبعدين نرجع على البي دي اف. الجزء الثاني من هذا الشابتر اللي هو التحليل الإحصائي اللي هو بتكلم عن قياس الارتباط وتحليل الانحدار. اوكي الارتباط هلا بهمني جدا تعرف كل مقياس لايش يستخدم يعني مقياس كيف حكينا عن قبل شيء مقاييس النزعة المركزية مقاييس التشتت مقاييس الوصف. اوكي هلا مقياس الارتباط تستخدم لقياس مدى العلاقة التي تربط ما بين متغيرين بحيث يكون الارتباط بينهم إما ازدياد يعني إذا زاد الأول بيزيد الثاني أو بسموه ارتباط نقصان يعني إذا زاد قيمة المتغير الأول بتنقص قيمة المتغير الثاني. هذا كثير مهم والأهمية في هذا الكلام إنه بيعطيك دلالة على مدى علاقة متغير بمتغير آخر. إذا مدى علاقة متغير بمتغير آخر يعني مثلا هل كل ما زاد مثلا طوله بيزيد وزنه في ارتباط بين هذول الاثنين. إذا واضح يا شباب. إذا كيف بدي أعرف هذا الكلام؟ بدي أعرف هذا الكلام من خلال إيش؟ من خلال قياس إشي بنسميه الارتباط من خلال إشي بنسميه الارتباط مدى ارتباط متغير بمتغير آخر. الارتباط بيكون إما عكسي شو معنى عكسي يعني إذا زاد الأول نقص إيش الثاني أو ارتباط بسموه إيش إيجابي شو معنى ارتباط إيجابي إذا زاد الواحد زاد الأول بزيد الثاني بالضبط إذا زاد الأول بزيد ايش الثاني معاه في نفس ايش الوقت. اوكي يا شباب تمام دكتور. طيب تعال نشوف هلا عشان نفهمه بشكل جيد خلينا ناخذ المثال التالي في الطول والوزن. انا عندي داتا
لاحظ 156 بدي اشوف مدى ارتباط الطول والوزن، في ارتباط بينهم بين المتغيرين؟ هلا لاحظ احنا بنرجع بنكرر، المتغيرات هي عباره عن ايش؟ عن الاسئله، الاسئله اللي انت سالتها او الاسئله اللي هي موجوده في استبيانك. هاي الاسئله إيه بدك تشوف في ارتباط بينها ولا ما في ارتباط. اوكي، نلاحظ ان من جد ان هناك علاقه بين الطول والوزن. هل هي اذا زاد الطول بزيد الوزن؟ فهون بدي اوجد شيء بنسميه معاملات الارتباط. معاملات الارتباط في عندي نوعين، في واحد بسموه بيرسون وفي سبيرمان. معامل ارتباط بيرسون ومعامل ارتباط سبيرمان، هدول موجودات عندك في الاحصاء. شو هي لما نتكلم عن معامل الارتباط؟ في مجموعه من الخصائص. اذا في مجموعه من الخصائص بالنسبه لمين؟ معامل الارتباط. شو هما؟ اول شيء يحدد مقياس الارتباط مقدار العلاقه بين المتغيرين، يعني كل يعني بناء على معامل الارتباط تحدد العلاقه. تقع قيمة المعامل الارتباط، القيمة لما نوجد احنا معامل الارتباط قيمته ما بين الواحد اللي هي اعلى شيء وناقص واحد اللي اقل شيء. كمان الخاصية الثانية، إذا كانت قيمة معامل الارتباط موجبة يعني القيمة بالموجب، يعني مثلا نص، ربع، ثلاث ارباع، 0.07، قيمة موجبة مش بالسالبة. هلا أعلى قيمة بياخذها واحد وأقل قيمة بالسالبة بياخذها ناقص واحد. إذا كانت القيمة موجبة معناها ارتباط طردي. شو معنى طردي؟ إذا زادت قيمة المتغير الأول بتزيد قيمة المتغير الثاني. أوكي؟ أما إذا كانت قيمة معامل الارتباط كانت بالسالب فإن الارتباط عكسي، يعني إذا زاد قيمة المتغير الأول قلت قيمة المتغير إيش؟ الثاني. إذا بيكون الارتباط كمان خاصية ثانية، بيكون الارتباط قوي. إيش ومتى بيكون الارتباط قوي؟ إذا كان شو كان؟ إذا كان قيمته مثلا زائد واحد، مثلا واحد هذا قوي، إذا بيكون قيمته زائد واحد في هذه الحالة إذا كان ارتباط إيش؟ قوي. معايا يا شباب؟ يعني القوة بيكون واصل لأعلى شيء، سواء كانت القوة كقيمة موجبة أو كانت كقيمة إيش؟ سالبة. شو معنى قيمة سالبة؟ يعني ناقص واحد. الأعلى بيكون قوي جدا. للقوة لا، يعني القوة كانت سواء كان بالبوزيتيف، يعني إذا زاد المتغير الأول بيزيد المتغير الثاني، أو القوة بتكون بالعكس قوي جدا، إذا زاد الأول قل الثاني. اقتراب القيمة من الصفر يعني ضعف العلاقة، يعني إذا كان مثلا المعامل الارتباط قيمته صفر، يعني معنى ذلك إنه لا يوجد علاقة ما بين المتغير الأول والمتغير الثاني، يعني ما بيأثروا على بعض. أو بسموها العلاقة معدومة ما بين المتغيرين. حتى تفهموهم اطلع على الشكل التالي. لاحظ هاي عندك من واحد لناقص واحد، في عندك الصفر، في عندك النص وناقص نص. هلا في هذا الجزء إذا إجا معامل ارتباط قيمته ما بين الصفر والنص معناه ارتباط ضعيف. لاحظ ارتباط ضعيف موجب، يعني بيزيد الأول الثاني بيزيد بس بإشي ضعيف. أما إذا كانت القيمة هون يعني مثلا ناقص 0.3 معناه ارتباط ضعيف عكسي. شو معنى عكسي؟ يعني إذا زاد المتغير الأول بقل المتغير الثاني، بقل إيش؟ ضعيف. هلأ إذا كانت القيمة أكثر من نص يسمى ارتباط بين النص، يعني أكثر من نص للواحد يسموه ارتباط قوي موجب كمان. أوكي، شو معنى موجب؟ معناه إذا زاد المتغير الأول يعمل على زيادة إيش؟ المتغير الثاني. نفس الشيء إذا كان ما بين ناقص نص وناقص واحد هذا بيكون ارتباط قوي، ولكن إيش؟ عكسي، سالب. شو معنى سالب؟ يعني المتغير الأول بيزيد يقل المتغير الثاني. طلع الأمثلة، الأمثلة موجودة. أنا ألاحظ معطيك ناقص 0.46. شو معناه؟
ارتباط عكسي ضعيف 0.98، ارتباط طردي قوي minus 0.65، ارتباط عكسي قوي 0.345، ارتباط طردي ضعيف الزيرو، انه يعني لا يوجد علاقة بمتغيرين، يعني او بسموها علاقة معدومة ما بين اذا اجى قيمته صفر او قريب من الصفر، يعني مثلا 0.0001، هاد بنسميه انه المتغيرين اذا طلع بينهم معامل ارتباط بهذه القيمة، فهذا يعني انه لا يوجد علاقة ما بين المتغيرين. هلا كيف نوجد معامل ارتباط؟ نوجد معامل ارتباط، لاحظ بنروح على شيء بنسميه analyze، بنروح على correlated، بنختار behavior وبنختاره. اوكي تعالوا نشوفه مع بعض، هي هون كيف بتروح. انا اللي بيهمني مش بس انك تختار، اللي بيهمني لما بتطلع عندك النتائج تستطيع تقرا هاي الجداول اللي بتظهر. هلا معامل ارتباط فيه له طريقه حسبه، انا مش بطالبك في طريقه كيف بنحسب كيف توجد، لأن مش بحاجة أقعد أكتب معادلة وأوجد معامل الارتباط، لا أنا بشغل برنامج الـ SPSS وهو لحاله بيقوم بعملية إيجاد معامل الارتباط. بس أنا اللي بيهمني أفسر، أوكي يعني مثلا عندي الطول والوزن، وطلع معي مثلا لو عندي كان الطول والوزن رحت على الـ SPSS ومدخل هدول القيم واخترت، لاحظ بطلع لي هاي الشاشة، بختار المتغيرين اللي بدي أدرس مدى الارتباط بينهم، إذا كان في ارتباط ولا لا، إذا كان ارتباط طردي أو عكسي، إذا كان ارتباط قوي أو ضعيف. فأنا إيش بدي أسوي؟ بدي أدرسهم. فبالتالي لاحظ، فبالتالي بعد ما بختارهم بيطلع لي هاي الجداول. هاي الجداول لازم أستطيع أني أفسر، أطلع على القيمة وأستطيع إيش تفسيرها. خلينا نشوف مع بعض. هاي ستوب، نروح على البرنامج الـ SPSS اللي خاص فينا، ايوه اللي كان فيه الداتا هيها. اوكي بدي اشوف مدى الارتباط ما بين الايج والسالري، بنروح على انالايز، بنختار كوريليت، وبختار ايش اللي هو بريفلير. هلا هون دول كوركشن، بحدد شو هي المتغيرات اللي بدي ادرس الارتباط فيها. لاحظ هلا، لاحظ لما انت تطلعوا مظبوط هون ما حط الاسم، ليش؟ لما جاب لي الفاريبل ما جاب الفاريبل اللي هو الاسم. انا كنت عندي اربع متغيرات، في عندي النيم والايج والجندر والسالري، لاحظ الاسم ما جابه. أنا بدي أدرس ما بين الايج والسالري، فبختار هاي الايج وبختار السالري، وهون لاحظ بختار نوع الكورليشن اللي هو الارتباط، هل هو بيرسون وفي سبيرمان، أنواع أنا الستاندر بيرسون هيو، وفي كمان نفسه في منه نوعين، في بتمو تو تيلد وان تيلد، هنا على التو وبختار من هون. اوكي هلا خلينا نروح على شاشة الاوتبوت، هاي شاشة الاوتبوت، اطلع الارتباط الكوريليشن اعطاني الجدول هاد. لاحظ من الجدول لازم تقدر تفسر النتائج، يعني انا ما بيهمني بس انك والله تختار الحق الاول والحقل الثاني وتقول له والله هي. لاحظ في الجدول طلع كيف بياخذ، بيعطيك هون هي الايج مع الايج، والايج مع السالري، والسالري مع الايج، والسالري مع السالري. هلا الحقل مع نفسه 100% بده يعطيك واحد، لانه انت لك ارتباط نفسك، نعم 100%، فالقيمة بتكون واحد. أنا ما بتطلع على هاي القيمة، أنا بتطلع على القيمة الثانية، ولاحظ معطيك الارتباط باستخدام إيش بيرسون. لاحظ هلا ما بين الإيج والسالري شو أعطاك؟ ناقص نص. شو معناه ارتباط عكسي؟
هلا من القيمة اللي طالعة عندك شو تعني؟ أن هنالك ارتباط عكسي إيش؟ قوي. مش حكينا ما بين الصفر والنص ضعيف، ما بين النص والواحد قوي؟ مضبوط. طب شو معناه؟ معناه فسري لي اياه ما بين الايج والسلل. انا بدي التفسيرات هاي، انا بدي النهايه التفسيرات. انا لاحظ عشان بيانات قليله فبتكون القيم المعطاه والنتائج مش كثير دقيقه. انت لازم يعني حكينا المره اللي فاتت كل ما زادت قيمه الايج راح تقل قيمه السلل. ايوه فهمتوا شو بدنا نسوي؟ مش بدي بس والله تقول لي نص، ما بيهمني انا النص، ما بيهمني 0. كذا معناه كل ما زاد الايج قل السلري. كل ما زاد الايج قل السلري، او كل ما زاد السلري قل الايج. قل الايج. وضحت الصوره شباب؟ واضحه؟ واضحه دكتور. واضحه دكتور. واضحه. مش انك فقط انت، لا كل واحد حسب الدراسه اللي عنده، حسب البيانات الموجوده عنده، حسب البحث اللي هو شغال عليه، تكون انت حاط مجموعه من المتغيرات. احيانا كثير بدي ادرس هاي المتغيرات، هل لها علاقه مع بعضها البعض؟ هل في بينها ارتباط؟ كيف بدي اعطي هاي يعني افسر هاي النتائج واوضحها؟ اذا انا بحاجه لشيء بنسميه اعرف في ارتباط ما بين هاي المتغيرات ولا لا من خلال الكوريليشن. صعب ولا سهل؟ لا سهل دكتور. اذا مره ثانيه بتروح على انالايز، تختار كوريليت، تختار النوع الاول بريبلت، تختار المتغيرات اللي بدك تسوي تدرس الارتباط ما بينها. اوكي طيب تعال مثلا بدي السالري ادرسه مع الجندر، وهاي اوكي. لاحظ كمان العلاقه ما بين السالري والجندر ناقص نص. كل ما زاد السالري قل ايش؟ الجندر. طب شو معنى قل الجندر؟ مش فاهم، مش ظابطه معي. تقدر حدا يشرح لي اياها؟ هو الجندر يا ميل يا فيميل، احنا عندنا كان يعني رواتبهم عاليه مين؟ كل ما زاد السالري الفيميل الميل قصدي. الواحد ميل، اثنين فيميل، مين الاقل؟ واحد. الواحد، الواحد ايش هو؟ ميل. اذا لاحظ رواتبهم عاليه بكونوا ميل هون. وضحت؟ فانت بدك لاعب بدك كم كبير من البيانات حتى تدرس العلاقه او الارتباطات ما بينها. فما بيهمني فقط انك والله تعطيني هاي النتائج، لا انا بدي بالاضافه لهاي النتائج لازم يكون تفسر هاي النتائج، وممكن اسالك عن تفسير هاي النتائج. واضحه يا شباب؟ طيب خلينا نرجع على الكتاب نشوفه. هاي في الكتاب لاحظ الفصل الخامس اللي هي الصفحة 95 بتكلم عن الارتباط والانحدار. الارتباط اللي هو الكوريليشن، يطلق الارتباط على العلاقة بين متغيرين مثل العلاقة بين درجة الطالب في مادة الفيزياء ودرجة في الرياضيات. مثلا بيكون عندك طالب ماخذ مادة فيزياء ورياضيات، في ارتباط بين علامته هون في الفيزياء والرياضيات؟ أنا ما بعرف حتى، فباخذ علامات الطلاب في ماده الفيزياء وعلامات الطلاب في ماده الرياضيات وبدرس الكوريليشن تبعهم، فبطلع بنتيجه. هل هنا يعني اذا كانت والله علامته في الرياضيات عاليه لازم تكون علامته في الفيزياء عاليه، ولا العكس صحيح؟ هاي هون كيف تقاس القيمه؟ بياخذها من ناقص واحد لواحد زي ما حكينا. معاملات الارتباط في اكثر من نوع، في معامل بسموه بيرسون، معامل سيبرمان، في معامل بسموه الكاندل تاو، وفي معامل فاي، معامل كيرمر.
هاي كليتها. هلا كل واحد يستخدم شغلات لقياس شغلات معينه، مثلا كما حكيت لكم مش عنه معامل فاي يستخدم العلاقه بين الجنس والذكر، يعني مثلا بدي اقول مثلا ذكر انثى، ناجح راسب، متعلم غير متعلم، مواطن وغير مواطن. هلا مثل هاي انواع المقاييس بستخدم معامل فاي. معامل كاندل تاو يستخدم مع معامل سيرما بنفس الشروط، يعني هو وسبيرمان نفس الشيء. سبيرمان يستخدم اذا كان متغيرات مقاسه بمقياس ترتيبي، مثلا يعني ضعيف، جيد، متوسط، جيد، جيد جدا، ممتاز. هلا اذا في تسلسل مثل هيك عاده مستخدم له ايش؟ سبيرمان. او مثلا اذا مثلا على ما راتبه اقل من 200، بين 200 و500، اكثر من 500، هذا في تسلسل. بيرسون اذا كان مقاس بمقياس كمي مثل ايجاد معامل رتبه بين الدخل والاستهلاك، يعني دخله واستهلاكه، كان متغير مقاس بمقياس كمي، استخدم مين؟ هذا له بالاحصاء. اوكي، إذا كان مثلا تخصصات مثلا علوم، هندسة، كذا، بقدر أستخدم كمان هون معامل كيرمر. نفس ما حكينا مثلا أي بيانات مثلا معطيك بده يشوف يعرف إنه إذا في علاقة ما بينهم، لاحظ، وما بين بعض، أو في ارتباط مع بعض. أي نفس الخطوات، حدد المتغيرات، حدد النوع، وطلع مع النتيجة زي ما شفنا احنا قبل شوي هيك. اوكي، بيرسون مثلا طلع عنده هاي القيمة، وهاي شو تفسيرها؟ لاحظ طلع شو كيف بيقرأ. هلا نلاحظ من النتائج الواردة في مصفوفة المعاملات ان هلا في شيء بسموه السج، هنرجع له بعدين، والإشارة الألفة هاي، وهذا يدل ان هناك ارتباط. لاحظ شو طلع عندي؟ قوي 0.959، انه هنالك ارتباط قوي بين علامه الرياضيات والفيزياء. اذا لاحظ قيمه الار وينها؟ هيا، هذا له عند ات عند مستوى ثقة 95%، هنتكلم عليه بعديها. اوكي، هاي لاحظ هون حط أكثر من متغير، يعني مش شرط إن مينيموم الارتباط بين المتغيرين، ممكن يعيشهم ثلاث متغيرات، أربع متغيرات عادي. هاي لاحظ، وهي النتائج تبعتها. هلا ممكن نعرضها باستخدام بسموه لوحة الانتشار، مش موضوعكم، اللي هو انتشار البيانات وشو مدى ارتباطها في السيمبل، في الماتريكس، هذول مش راح اطالبك فيهم، معاملات ارتباط. انت بتختار السكيل بايلوت عشان نشوف الارتباط، يعني يرسم لك اياه على المخطط، مش مطالبك فيه. لازم مدى انتشار او ارتباط البيانات مع بعضها، هذا ما حطالبك فيه. اوكي، هذا انساك منه، ما بدي ندخل في تفاصيله. في اي استفسار بالنسبه للارتباط؟ طيب خليني نجي هلا نرجع باك على الباوربوينت. الجزء الثاني اللي هو بيتكلم عن الانحدار، الجزء الثاني بيتكلم عن الانحدار. اوكي، كمان مقياس اخر بسموه شيء معادلة الانحدار، او بسموه تحليل الانحدار، اللي هو بقول لك في حال كان الارتباط بين المتغيرين قوي جدا، فهذا يعني أننا نستطيع معرفة إذا كان في ارتباط بين متغيرين، فأنا أستطيع من خلال معادلة الانحدار أو تحليل الانحدار، إذا كان في ارتباط
معرفة قيمة متغير باستخدام قيمة متغير آخر. يعني هلا قبل شوي كان علامته في الرياضيات وعلامته في الفيزياء، خلينا على افتراض أن هنالك ارتباط ما بين علامته في الفيزياء مع كان ارتباط قوي، يعني إذا كان علامته في الرياضيات عالية فإن علامته في الفيزياء تطلع عالية. هلا أنا بقدر من خلال تحليل الانحدار بين قوسين معادلة الانحدار، إذا كان عندي علامته بالرياضيات بقدر أستنتج شو هي علامته بالفيزياء، بس بشرط إيش؟ أن يكون هنالك ارتباط قوي بين المتغيرين، فبالتالي أستطيع أني أستنتج قيمة متغير بمعرفة المتغير الآخر. هذا بترتب عليه أنك لازم تكون تعرف معادلة الانحدار. معادلة الانحدار معروفة، هي y تساوي a في x زائد b. y و x هما المتغيرين، واحد بسموه متغير مستقل وواحد بسموه متغير تابع، لازم يكون بينهم علاقة قوية. لما أقول لك علاقة قوية بغض النظر سواء كانت طردية أو إيش عكسية، هو بهمه يكون في علاقة قوية. هلا الـ A والـ B بسموهم الثوابت، يعني قيم ثابتة موجودة بنحسبها. من المعادلة السابقة يبين لنا أن المتغير Y هو متغير تابع. Y ليس مو تابع لأنه يتبع قيمة X، يعني بناء على قيمة X بقدر أحدد إيش. فبالتالي X هو المتغير المستقل، إذن X هو المتغير المستقل. شو معنى مستقل؟ يعني في شيء بيأثر عليه، واي بتتأثر منه. إذن في عندي X واي، وفي عندي شو كمان عندي A و B. A و B شو هم الـ A والـ B؟ ثوابت، قيم ثابتة. فبالتالي إذا أنا كنت بعرف قيمة X وعندي الثابتين، فبالتالي أستطيع أستنتج قيمة Y. طب شو بفيدنا هذا الكلام؟ إذن في شيء اسمه عندي المتغير التابع، التابع اللي هو الـ Y بسموه الـ dependent، المتغير المستقل اللي هو الـ X بسموه independent. شو المتغير التابع؟ هو المتغير المطلوب حساب قيمته باستخدام معادلة الانحدار، أي المتغير الذي يظهر على يسار إشارة المساواة. يعني هذا مش عندك أنت Y تساوي A ضرب X زائد B، إذا اللي بيجي على يمين المساواة هذا هو المتغير إيش؟ عفر على يسار المساواة، هذا هو المتغير التابع. أما المستقل هو المتغير الذي تستخدم قيمته، المستقل انتبه، لمعرفة قيمة المتغير الآخر اللي هو مين؟ الديبندنت. وهو بيكون الديبندنت معناها غير مستقل دكتور؟ الاندبندنت المتغير إيش؟ المستقل. أنا قصدي عن الديبندنت. الديبندنت التابع، يعني هو بيعتمد على على الواي. التابع يعتمد على المستقل، تمام، اسمه يتبع، من تبع يتبع، اوكي. فبالتالي المتغير المستقل بكون عندي قيمته، بستطيع من خلاله مع مع الثوابت استطيع استنتج قيمه المتغير التابع. مثلا هلا مثالنا اللي كان يستخدمه في هذه السلايدات كان يتعامل مع بين ايش؟ شو يتعامل؟ كان بيحكي عن الوزن والطول. هلا على افتراض انه الوزن متغير مستقل وعندي قيمة الثوابت اللي هما الـ A والـ B، هل أنا بقدر أستنتج قيمة الطول اللي هو المتغير تابع؟ إذا كانت موجودة قيمة إذا كان عندي المتغير المستقل والثوابت موجودة، فبالتالي أستطيع أستنتج قيمة المتغير التابع. وضحت الصورة؟ من خلال إيش؟ معادلة الانحدار. إذن الهاي بيساوي 3 ضرب الويت زائد 10.
القيمة اللي بتطلع معي هاي اللي بسموها القيمة المحسوبة. هلا هنشوف إذا معادلة الانحدار كان بهذا الشكل. على افتراض طوله كان وزنه 70 فإنه طوله بساوي 185 حسب المعادلة. إذا عدنا للبيانات الأصلية وجدنا أن الطول الحقيقي لهذا الشخص هو 180، فكم يبلغ الخطأ في التقدير؟ هلا لو رجعنا على الجدول، أنا هذا حسبته من خلال معادلة الانحدار. طيب لو رحت على الجدول طلعت على واحد وزنه 70، طلع طوله في الجدول في القيم المعطاة 180. طب أنا هاي بسموها القيمة المحسوبة أو المقدرة. هون القيمة الموجودة في الجدول صح؟ الفرق ما بينهم، ما بين القيمة اللي أنت حسبتها من خلال معادلة الانحدار طلع معاي 185 مظبوط؟ والقيمة اللي كانت موجودة في الجدول، الفرق ما بين اثنين هذا بسموه الخطأ في التقدير، بسموه معامل الخطأ في التقدير. إذن الخطأ في التقدير إيش هو؟ هو الفرق ما بين القيمة الحقيقية اللي هي موجودة في الجدول والقيمة التقديرية اللي أنا حسبتها. مش في قيمة أنا حسبت طوله بناء على معرفة وزنه وباستخدام الثوابت، هاي بسموها القيمة التقديرية. معاي؟ والقيمة الحقيقية اللي بتكون موجودة في الجدول، يعني اللي هي بناء على المعطيات هي الموجودة أصلا. نعم تفضلي. بقول دكتور يعني ضروري لما نحل معادلة الانحدار يكون في عنا خطأ في التقدير؟ ممكن، هذا بسموه مقدار الخطأ. أي واحد في ممكن يكون عندك في خطأ بسموه خطأ في التقدير. هذا الخطأ في التقدير نحسبه عادة كيف موجوده؟ بنقص القيمة، إيش الفرق ما بين القيمة الحقيقية القيمة التقديرية والحقيقية، فيه بسموه خطأ في التقدير. طيب دكتور. نعم. صح بيطلع سالب. سالب خمسة. 185 ناقص 80 ما بين القيمة التقديرية ناقص القيمة الحقيقية. الفرق ما بينهم هو ما بيهمه القيمة سالب، هو بيهمه إنه في فرق. هذا الفرق بسموه خطأ في التقدير. وضحت؟ دكتور مش أنا بطلع الإيرور دام أنا أصلاً عندي قيمة حقيقية. لا هون مش إيرور يا إخوان. هون المفهوم مش مطلوب إنك توجد الخطأ. هذا الخطأ تقديراً. هلا أنا ما عندي كل أوزان الأولاد في الصف، صح؟ هلا الجدول الحقيقي فيه بعض الأوزان، مش كل الأوزان. هذا حنتكلم عنه المحاضرة الجاية إن شاء الله، نتوسع فيه أكثر، أوكي؟ أنا عندي بكون عينة مثلا 10-15 طالب، مش كل الطلاب. فبالتالي بدي أعرف بقية أطوال الطلاب بناء على أوزانهم. فبدي يكون في هامش خطأ تقديري، خطأ في التقدير. يحسب بهذه الطريقة. أوكي يا شباب؟ تمام دكتور، يعني ما بعتبرها ايرور هون انا. لا لا هذه مش ايرور، خطا في التقدير. خلينا ناخذ الاسماء بسرعه. في عندي نور، مروان، سائد، وفاء، احمد صالح، مجدي محمد، براء موجوده، نور موجوده دكتور، نور النواصره، في عندي سارة موجودة دكتور، في عندي منار، أحمد سمير، دعاء، هديل، نور سعدي، جهاد، عصام، هيثم، عبد الله موجود دكتور هيثم، وفي عندي سهاد، باهر موجودة موجودة وهادية دكتور موجودة باهر موجودة هادية. في حدا ما نديت اسمه؟ اللي حطينا على الشات كله حطيت اسمائهم، واللي أخذتهم في أول محاضرة كل الأسماء موجودة.